اهلا بيك في رضاكم ناس، معاكم احمد عمرو. موضوعنا النهارده عامل رعب لناس كتير، هو موضوع النقرس او موضوع اليوريك اسيد. ده لما بيزيد بيعمل مشاكل كتير زي الالتهابات اللي بتيجي في صباع الرجل او اللي بتيجي في كعب الرجل او بتيجي في المفاصل، وساعات بيعمل حصى على الكلى والكيدني ستونز. بيبقى ليه طرق كتيره جدا ان هو بيظهر بيها، فايا كانت الطريقه اللي هو ظهر بيها فالفيديو ده يكون احلى علاج لموضوع اليوريك اسيد او لموضوع النقرس. بعد الفيديو دوت هتتغلب عليه تماما وفي فتره اقل مما تتخيل. هتاكل لحمه براحتك، هتاكل بروتين براحتك، مش هيكون في اي مشكله. المعلومات اللي انا هقولها في الفيديو من الكتاب دوت The Most Effective Natural Cures on Earth بتاع دكتور اسمه جوني باودن. طيب مشكله اليوريك اسيد او مشكله النقرس دوت بيبقى عباره عن ايه؟ ده بيبقى حاجه موجوده في الدم اسمها يوريك اسيد. دي موجودة عند اي حد، بس لما بتزيد عن حد معين والجسم ما عندوش المقدرة ان هو يتخلص منها فالجسم بيبدأ يحولها لكريستالز او كريستالات. فالكريستالات ديت هي دي اللي بتعمل المشكلة لما بتوصل للمناطق اللي هي بيبقى فيها الوجع زي صباع الرجل او كعب الرجل او الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب ايه هي اكتر اكل هيخليني ان انا اتخلص من النقرس، او اكتر حاجة طبيعية هتخليني اتخلص من الموضوع ده؟ اكتر فاكهة هتساعدك ان انت تقضي على الموضوع ده تماما هي التشيري او الكريز. دي دراسة عملت في جامعة كاليفورنيا، جابوا ناس عندهم نقرس أكلوا 280 جرام كريز أول حاجة الصبح، يعني بعد ما صحوا منهم ما كلوش أي حاجة قبليها. النقرس عندهم قل بنسبة 15%، ده بس من مرة واحدة. الفائدة التانية في الكريز هو إن في مضاد أكسدة اسمه أنثوسيانينز، دوت بطبيعته هو مضاد للالتهابات. فأنا مش كده أنا مش قضيت بس على النقرس، لا ده أنا كمان انا بقضي على الوجع اللي هو بيكون نتيجة الالتهابات اللي هو بيعملها. فانا كده بعالج السبب وفي نفس الوقت بعالج العرض او بعالج الالم اللي هو سببه لي، فانا بعمل الاثنين مع بعض. فدوت في رأيي هيكون اكتر علاج فعال. طبعا مش كل البلاد بيكون فيها كريز، او مش كل البلاد بيكون فيها الكريز طول السنة، فلو حد ما عندوش الكريز الوقت دوت بس في نفس الوقت عايز يستعمله فالحمد لله ان في حاجة اسمها مكملات. فالمكمل اللي هو فيه مستخرج بتاع الكريز بيكون اسمه تشيري اكستراكت، وفي مكمل بيكون رائع بيكون مستخلص الكريز وبيكون مستخلص الكرفس، بيبقى تشيري اند سيلري سيدز اكستراكت. ده بيكون هايل، هيشيل موضوع النقرس اسرع مما تتخيل لو انت بتعمل الاثنين مع بعض. لو مش عايز تستعمل مكملات خالص فبرضه في حل تاني، ان انت تجيب العصير بتاع المركز الكريز اللي هو تارت تشيري جوس. العصير ده بيبقى طعمه مر جدا، مش هتعرف ان انت تشربه من غير ميه. هتصب بس ربع كوبايه وباقي الكوبايه تملاها ميه عاديه خالص، وهتبتدي ان انت تشرب العصير دوت. طبعا الصبح ده شيء اساسي قبل ما تاكل او تشرب اي حاجه، وخلال اليوم كله بين الوجبات بتاعتك ده هيكون السناك بتاعتك بين الوجبات. السلاح اللي بعد كده حاجه اسمها السيتريت. السيتريت دوت اللي هو نوع من الحمض اللي هو موجود في الليمون، خاصه في الليمون الاخضر ده بيكون مليان سيتريت. لو بتاخد ميه عليها ليمون كل يوم الصبح ده هايل بالنسبه لموضوع النقرس، او لو بتاخدها برده خلال اليوم ده برده هيبقى جميل جدا وهتبقى وقايه حلوه جدا لو انت اكلك فيه بروتين كتير. بالنسبه للمكملات اللي هي فيها السيتريت ديت، فاحسن اتنين هيساعدوك في الموضوع دوت هو المغنيسيوم سيتريت والبوتاسيوم سيتريت. المغنيسيوم والبوتاسيوم ديت من المعادن القلويه اللي هي بتخلي الجسم القلويه بتاعته اعلى، عكس اليوريك اسيد. اليوريك اسيد ده معنى كده ان الجسم الحموضه او الحمضيه بتاعته عاليه، الاسيدتي بتاعته عاليه، فانا محتاج ان انا اعدل او اعمل اتزان بين الاثنين، فمحتاج ان انا ساعتها ازود القلويه في جسمي. فدي من اسرع الطرق ان انا اخد مغنيسيوم سيتريت او بوتاسيوم سيتريت. طبعا مش معنى كده ان انا مش هاخد اكل فيه مغنيسيوم او بوتاسيوم، لا طبعا اكيد هاخد اكل يكون فيه مغنيسيوم وبوتاسيوم كتير زي الخضار، خليها جزء اساسي من الدايت بتاعك. حاجتين كمان بيساعدوا على قلويه الجسم هو السوبر جرينز او الجرين باودر اللي هي الباودر اللي بيبقى لونه اخضر، ده انا عملت عليه فيديو قبل كده اللي هو اسمه اميزنج جراس، او اي براند انت هتفضله مفيش مشكله خالص. ده بيبقى اوراق خضراء مطحونه زي البروكلي الكيل بقدونس، اي اوراق خضراء انت سمعت عنها تقريبا بتبقى موجوده في العلبه دي بيبقوا طحنينها وبتتعمل على شكل باودر. انت بتاخد سكوب ممكن من مرتين لثلاث مرات في يوم، لو حد عنده نقرس ممكن ياخد كمان اكتر من كده مفيش مشكله خالص. ده هيعدل القلويه بتاعت الجسم. السلاح الاخراني اللي احنا ممكن نقول عليه هيكون الصوديوم بايكربونيت او بايكربونيت الصودا. دي رخيصه جدا جدا وموجوده في اي سوبر ماركت، بس اتاكد ان هي ما عليهاش الومنيوم. اقرا بس اتعب شويه واقرا الانجريدينت بتاعها، خد دقيقه واقرا المكونات بتاعتها، اتاكد ان هي صوديوم بايكربونيت بس وما عليهاش اي اضافات ثانيه. دي هتكون جميله جدا. دي بتتاخد امتى؟ يفضل ان هي تتاخد في ميعاد بعيد عن ميعاد الاكل. ليه؟ لان هي قلويه بزياده، فلو الحاجه قلويه بزياده
فده هيقلل ال HCL او الحمض بتاع المعده اللي هو بيستعمل في الهضم، خاصه هضم البروتين او اللحوم او الحاجات دي. فانا مش عايز اقلل ال HCL دوت، او لو هقلله هيبقى في ميعاد انا مش هاكل فيه، يبقى ميعاد انا صايم فيه او الصبح لسه مش هاكل دلوقتي، فده هيكون جميل جدا. اخر حاجه ممكن نقول عليها بخصوص الموضوع دوت، ودي اللي هي تقريبا اهم حاجه، ايه الحاجات اللي احنا نبعد عنها علشان النقرس يقل؟ طبعا خلال المشكله ديت انت هتقلل اللحوم الحمراء، هترجع تاكلها تاني مفيش مشكله، ولكن خلال المشكله ديت انت محتاج ان انت فعلا تقلل استهلاكك للحوم. وفي حاجات تانية انت محتاج تقللها، يفضل ان انت تقللها على طول سواء عندك المشكله دي او ما عندكش المشكله دي. الحاجات دي بتساعد جامد جدا على ان المشكله تكون اسوأ. زي ايه؟ اول حاجه المشروبات الكحوليه، اي حاجه فيها كحول، اي حاجه هتزود الالتهابات، مثال على كده الكحول، مثال على كده السكريات، اي حاجه فيها سكر، اي مشروبات فيها سكر وفيها فركتوز كتير، كل ده هيساعد على الالتهابات، كل ده هيخلي الاعراض بتاعه النقرس اسوأ بمراحل. الحاجه الثانيه اللي انا عندي فعلا داتا وعندي فعلا بيانات عنها هي هتزود النقرس قد ايه، هي الصودا. لو حد بيشرب صودا، بيبسي، كولا، اي حاجه من ديت، الكتاب بصراحه ما كانش قايل الكولا ديت دايت ولا مش دايت، انا ما اعرفش هل الاثنين هيكونوا نفس الرد الفعل السلبي دوت ولا لا، ولكن اللي اتقال في الكتاب كالاتي، اتقال ان الناس اللي بتشرب صودا 5 مرات في الاسبوع عندهم ريسك 29% اكتر ان هو يجي لهم الاعراض النقرس او اعراض الجاوت. والقنبله الثانيه بقى ان الناس اللي بتشرب صودا كل يوم 2 سيرفينجز كل يوم او مرتين في اليوم بيشربوا بيبسي او بيشربوا صودا، فالريسك عندهم ان هم يجي لهم نقرس بيكون 85% اكتر. فهنستفيد من الموضوع دوت ايه؟ هنستفيد من الموضوع ده ان الموضوع مش بس متعلق باكل اللحمه. النقرس كان بيجي لي زمان قبل كده، انا حاليا باكل لحمه اكتر بكتير من زمان، يعني حاليا كميه البروتين اللي انا باكلها دلوقتي هي اكتر بكتير من الايام اللي كان بيجي لي فيها النقرس. لكن انا دلوقتي انا ما بشربش اي بيبسي، ما بشربش اي صودا، ما باكلش اي حاجه فيها سكريات او اي حاجه فيها حلويات، فبالتالي مفيش اي حاجه من الاعراض ديت بتجيلي، رغم ان كميه البروتين اللي انا باكلها اعلى بكتير من الاول. ممكن عشان اكون بطلت الحاجات ديت، ممكن برضه عشان اكون باكل خضار زياده او باكل فاكهه زياده، خاصه الخضار، البوتاسيوم والمغنيسيوم اللي بيكونوا موجودين في الخضار، فده بيعلي الكالوريه بتاعه الجسم، فبالتالي الجسم بيكون في حاله اتزان بين الاسيديتي والالكالاين، بين الحمضيه والقلويه. فهلخص الفيديو كده سريعا، انا عارف ان في ناس بتحب تلخص الفيديوهات. فاول حاجه، اول سلاح عندك بالنسبه للنقرس، اول حاجه هيكون ايه؟ التشيري او الكريز. وقلنا مصادر الكريز ازاي، يا اما هتاكله كل يوم لو انت عندك الفاكهه دي متوفره، او ان انت هتجيبه على شكل سبلمنت، يفضل لو كان فيه سيلري وفيه كرفس كمان، او ان انت هتجيبه على شكل عصير اللي هو الكريز المركز. وقلنا هتحضره ازاي بالميه. بعد كده الاسلحه الثانيه هتكون الستريت، موجود فين؟ في الليمون الاخضر، موجود في المغنيسيوم ستريت وفي البوتاسيوم ستريت. ما ننساش كمان الجرين باودر، ما ننساش الصوديوم بايكربونات، كل دي حاجات هتنفعك. الحاجات اللي انت هتبعد عنها هتكون كالاتي: الكحول، السكر، اللحمه، واهم واحده فيهم هي الصودا. طبعا اكتر حاجه مفيده في الحاجات اللي انت هتبعد عنها هي اللحمه، فاللحمه انت تبعد عنها الفتره اللي عندك فيها الاعراض بتاعه الجاوت، بعد كده هترجع تاكل لحمه تاني. الحاجات الثانيه يعني يفضل ان انت تبعد عنها على طول لو انت بيجي لك الاعراض ديت، فيفضل ان انت ايه ابعد عنها احسن عشان الموضوع ما يزيدش. اللي عايز متابعه بخصوص التمارين مش عارف يبدا ازاي، فهيلاقي رابط في الشرح ممكن يعمل معانا اونلاين تريننج. لو حد عايز برنامج ممكن يتنفذ في الجيم، فالرابط برده في الشرح. لو حد ما عندوش جيم وعايز يتمرن في البيت، فهيلاقي رابط البرنامج برده في الشرح.